إلى ولاية باجة، حيث قام مجهولون بعملية خلع وتخريب بقصر الآداب والفنون بمدينة باجة والمعروف بقصر الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة، أين تعهدت فرق الأمن الوطني بالحادثة. تقرير ياسمين بن سعد ومحمد عزيز التجاني. تعرض قصر الآداب والفنون بمدينة باجة والمعروف بقصر زعيم الراحل لحبيب بورقيبة للخلع والتخريب من قبل مجهولين، وتحول أعوان الأمن الوطني بباجة المدينة والشرطة الفنية أين تم معاينة الخسائر ورفع البصمات. عرض الاقتحام من طرف مجهول، وفي المرة الثانية معناها اكتشف أنه معناها قام تحطيم نوافذ البلورية، كذلك تعمد إلى حرق باب القاعة هذه، كذلك في الطابق العلوي كل النوافذ تقريبا تعرضت للتكسير والتهشيم. معناها في الأبواب قمت بإبلاغ السلطة الجهوية المتمثلة بالسيد ويلي باجة، وتحولت في حينها معناها إلى مركز الأمن بباجة المدينة، وقمت بتحرير محضر في الواقع، ورافقني السيد رئيس المركز مشكور في نفس الوقت معناها مع شرطة الفرقة من الشرطة الفنية المختصة اللي قامت بمعاينة الفضاء وأخذ صور لكافة معناها الخسائر المحرفة في الفضاء هذايا، أيضا قاموا برفع البصمات. جدير بالذكر أنه تم تحويل قصر الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة سنة 2019 إلى قصر الآداب والفنون، حيث خضع إلى عملية ترميم وإصلاح ليكون فضاء مفتوحا للمبدعين بالجهة.